هذا امر لا نقاش فيه. التعامل مع الصهاينة او التطبيع معهم امر مرفوض نهائي. فقدت السينما المصرية اليوم احد اعمدتها الكبار، الفنان صلاح السعدني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض. أعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبر صفحته على إنستغرام، ونشر صورة للفنان الراحل معلقا عليها: البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني. رحل السعدني تاركا وراءه إرثا فنيا غنيا امتد لأكثر من 5 عقود، حيث برز نجمه في المسرح والسينما والتلفزيون. من أبرز أدواره شخصية العمدة سليمان غانم في المسلسل المصري الشهير ليالي الحلمي، وحسن النعمي في أرابيست، إلى جانب دور ياسين في مسلسل قصر الشوق من ثلاثية الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ. كما تألق السعدني في بطولة العديد من الأفلام المهمة، منها أغنية على الممر، زمن حاتم زهران وغيرها. غاب السعدني عن الأضواء في السنوات الأخيرة تاركا حزنا عميقا لفقدانه، لكن ذكراه ستظل خالدة في قلوب محبيه.